بيحب يبقى الاي والان والوان، بيحبوا ايه يا اولاد؟ بيحبوا الاسم المفرد اللي بتعرف تعده، تمام؟ يبقى احنا قلنا يا حبايب قلبي ادوات النكره، ادوات النكره اللي هي الاي والان. الاي والان دي بتيجي قبل الاسم الايه، كلكم تقولوا حبايبي. المفرد 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 اللي بنعده، خلي بالكم، المفرد اللي بنعرف نعده، المفرد اللي بنعرف نعده اللي بيبدأ بحرف متحرك. ايه هي الحروف المتحركة يا اخت محمود؟ الحروف المتحركة ايه هي يا اخت محمود؟ ها اي اي او ها تمام. بس على صوتك يا حبيبة قلبي. رميساء، ايه هي الحروف المتحركة يا رميساء؟ الاي والاي والاي والاو واليو. اي اي او. تمام. طيب يا مين يا عبد الشهيد؟ ابل. ابل يا عبد الشهيد، هتاخد ايه ولا ان؟ ابل هتاخد اي ولا ان يا عبد الشهيد حبيبي؟ ايه ايه، اخص عليك، ده هي بادئه بحرف متحرك، هتاخد اي ولا ان؟ ايه ان، انت قلت ان، تمام ان. طب يا عبد الشهيد لو قلت ابلز؟ بس يعني اي حاجة بتبدأ بحرف متحرك بتاخد ايه لا، بتاخد ولا ايه؟ ان، لا بتاخد ايه. بتاخد ان. ايوه، مش اي حاجه بقى، انت قلتي مش اي حاجه، قصدك تقول الاسم المفرد اللي بيبدا بحرف متحرك بياخد ان. فريده حبايبي، مين اللي كان بيقول؟ يبقى الاسم المفرد يا حلوين، اروى، خليكي معايا يا اروى، الاسم المفرد يا اروى، الاسم المفرد يا اولاد هو اللي بياخد الاي والان. طب عبد الشهيد هيقول لي ابلز، هتاخد الاي ولا الان ولا وان ولا مفيش حاجة يا عبد الشهيد؟ يعني أبل. أبلز آه أبلز، هتاخد إيه يا عبد الشهيد؟ ها أروى، تعرفي يا أروى؟ بس ممكن أروى أقول أروى أروى، ها خليكي معايا، روان يا بس روان، خليكي معايا، هتاخد وان؟ ها انا بقى ولا كده حاجة يا ناس ولا حاجه يا ميسي. ليه 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 يا اروى؟ ولا حاجة بس ليه يا اروى؟ ها، لانها دي ايه يا اروى؟ لانها جامع، أنا والجامع يا لا اولاد خد بالكم، الجامع ما بيحبش ايه؟ خليكي معايا روان، الاي ولا الان ولا الوان، الجامع يا جماعه ما بيحب، لان احنا النهارده شرحنا الجامع يا جماعه، احنا النهارده شرحنا الجامع. روان ركزي يا روان، روان الاي والان والوان بيجوا مع مين؟ مع الجمع ولا المفرد؟ المفروض المفرد بس، الجمع ده له حاجة تانية احنا هنبقى نقولها، تمام؟ يبقى الاي والان والوان ما بيحبوش الجمع، تمام؟ طيب هقول يونيفورم، يونيفورم هياخد اي ولا ان يا ولاد؟ وخليك رميساء، رميساء يونيفورم هتاخد اي ولا ان؟ رميساء هتاخد ان يا مس ان، غلط، تركزي بقى معايا عشان انا دايما بقول معلومه كده يا رميساء في الحصه، غير اللي يعني مش موجوده في اللي احنا هناخده. بصي يا رميساء، ليتر او ايو ده حرف اليو، لما يقول الصوت بتاعه اه، لما يقول اه يبقى حرف متحرك ونحط له ان، لكن لو هو ما يو، لو هو بتنطق يو يبقى مش حرف متحرك ويبقى ساكن وياخد الاي. فهمتها يا رميساء؟ فهمتها. تمام. طب امبريلا يا رميساء، امبريلا هتاخد اي ولا ان يا رميساء؟ هتاخد ان ان، لان هنا اليو الصوت بتاعها ايه يا رميساء؟ اه، اي بتقول اه، لا بتقول اه، لما دماغها توجعها ويجي لها صداع يا رميساء تاخد الدواء بتاعها اللي بتاخده على طول اللي هو الان.
لكن لو اتنطقت حرف اليو، لو اتنطق باسمه يا ولاد يبقى حرف ايه ساكن، يبقى كانستنت. فهمتوا دي يا ولاد؟ فهمتوا دي يا حبايبي؟ كل مش ده ريفيجن، كلكم فهمتوا؟ خامس تمام. خامس تاني حاجة خدناها اللي هي ضمائر الفاعل. تاني حاجة خدناها ايه يا ولاد؟ اللي هي ضمائر الفاعل. مين يغني لي ضمائر الفاعل؟ يلا كلنا نغنيها مع بعض. انا انا اي أنا انا ماتت اي انا انا اي أنا ها انت يو أنا انت شيء يو أنت أنت انت أنت انت يو يو أنت ها يو هو هي أنت هو أنت هي يو هو هو هي هي شي هي شي هي هي شي هو أو هي غير العاقل ات 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 نحن وي نحن وي نحن نحن وي هم ذي هم ذي هم هم ذي. لو غنيتوها كده لو غنيتوها كده مش هتنسوها. طبعا بالنسبة لوي يا رميساء انت لازم تكوني معاهم علشان تقولي وي، لكن لو ناس انت بتشاوري عليهم وما انتش معاهم يبقى ذي. يبقى وي انا معاهم ولا مش معاهم يا ولاد؟ معاهم. ذي مش معاهم. تمام. طيب ايه خدنا مش ايه تاني؟ معاهم. ايوه خدنا ايه تاني يا ولاد؟ خدنا فيرب تو بي العمي بي. يعني ايه يا محمود كلمة اصلا فيرب تو بي؟ يعني ايه كلمة فيرب تو بي يا محمود؟ مين يقول لي فيرب تو بي اصلا يعني ايه يا ولاد؟ ها مين الأصل قال مس فيرب تو بي يعني ايه؟ أنا أكون مين قاله؟ أنا أكون مين قال؟ مين قال؟ أنا زوجي زوجي مين قال؟ جودي؟ مش مين يا ولاد؟ كلكم قلتوها. يبقى فعل يكون فيرب تو بي. رميساء رميساء فيرب تو بي نعم يا مس. ده احنا شرحنا 3 دروس بشرحهم تاني. فيرب تو بي يا ولاد فعل يكون. فيرب تو بي فعل يكون. طيب ايه يا محمود العم بي الراجل اللي اسمه بي ده يا محمود عنده كم طفل؟ عنده ثلاث عنده 5 أشكال وعنده ثلاث. عنده 5 أولاد. 5 أولاد. تمام. 2 من زوجته الماضي، 2 من زوجته الماضي مسافرين لسه مش هنحكي عنهم، و3 من زوجته اللي هي المضارع. يا روان ايه هما الأبناء ال3 اللي في المضارع يا حبيبة قلبي؟ ها مين يقول لي؟ ها مين أولاد آم وإز وآر آب آم وإز وآر؟ وآر آم وإز وآر. طيب جاره لما ضحك عليه وقال له هو أنت يا بي مسمي كل ولادك يكون، قال له إيه؟ فيرب تو بي. قال له أنشأ فيرب تو بي راجل مجنون مسمي كل ولاده يكون. آم أكون، إز يكون، آر يكونوا. يبقى هنا فيرب تو بي يا رميساء حبيبة قلبي فيرب تو بي يعني فعل يكون. فعل إيه؟ يكون. هو مسمي كل ولاده اكون، يعني اكون اهي، واز وار. طيب يا مين يا ولاد؟ يا فريده. فريده ام هتاخد ضمير مين؟ أي الله عليكي. مين يا ملك ما دخلش صح؟ ملك. تمام. روان از. از بياخد ايه روان؟ إت هي وشي وإت بس كده هي وشي وات. وأي اسم مفرد. الله عليكي ما شاء الله عليكي. طب ار يا ولاد بتاخد ايه؟ ار يا مروه. اه يا مروه يا الاخت خديجه. ها ار بتاخد وي. ها وذي خديجه. خلي اختك تاخد دول يا خديجه. وايه وي وذي ويو واي اسم جمع. الاسم الجمع. تمام يا ولاد. طيب هدي جملة وهخلي رميساء تقولها. رميساء معلش أنا بشغلك النهاردة علشان أشوف إيه أنت مستواكي إيه يا حبيبة قلبي. لما أقول أنا رميساء تعرفي تقولي الجملة دي بالإنجليش؟ لا اتفضلي كده يا رميساء. ماي رميساء ماي رميساء. نو no. ها هقول لك حاجة طبعا كلكم عارفينها اولاد، واللي مش هيعرفها انا يعني هديله بوكس في مناخيره. اولا انتوا في العربي ممكن الجمله بدون فاعل،
في العربي يا ولاد الجملة تبقى ممكن تكون بدون فعل عادي، في العربي الجملة تكون بدون فعل عادي، لكن الإنجليزي استحالة، خدوا بالك يا ولاد، استحالة الجملة تكون بدون فعل في الإنجليزي، الجملة بدون فعل في اللغة الإنجليزية، في إيه يا ولاد؟ اللغة الإنجليزية. طب هنا في فعل يا محمود؟ هنا في فعل يا محمود؟ لأ، إحنا لا بقى الفعل بتاعنا هيبقى أنا أكون، شوف يا ولاد، أنا أكون رميساء، يبقى لازم تجيب فعل، أنا احنا أكون رميساء. لو قلنا ها؟ اي رميساك ده غلط، لازم نقول ايام رميساك ما شاء الله عليكم، مين اللي بيقول الأمر ده؟ حديقة. خديجة. أيوة يا رم، أيوة يا خديجة، يبقى هقول آي آم، بما إن آي يا ولاد بتاخد من ولاد العم بي آم، يبقى آي آم رميساء. تمام، فهمت يا رميساء؟ طيب أنت محمد، أنت محمد، قوليها يا خديجة كده. أنت معناه أيوة أيوة، يو ار محمد. يو، ما شاء الله عليك يا خديجة، ممتازة، يو ار محمد. تمام، عبد الرحمن وملك ما دخلوش يا ولاد، صح؟ اوكي طيب، يو ار محمد، جميل قوي. فيرب تو بي، عبد الشهيد، يا عبد الشهيد. ام، أنا مش ام مصدرها ايه؟ أم اه واي ام مصدرها مين؟ انا قلتها لك الدور اللي فات، انت اصلك مين او مصدرك مين؟ الآي اه ايه، الآي لا 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 خالص. ها فريدة، ام مصدرها بي مين؟ ام بي ام بي، بي ام يبقى لو قلت لكم مصدر ام باباها بي، مصدر از باباها بي، مصدر ار باباها بي. وخدوا بالكم الحتة دي يا ولاد، خد بالكم الحتة دي جدا جدا جدا. التلات دروس مفهومين يا ولاد؟ مفهومين؟ ها التلات دروس مفهومين يا حبايبي؟ أنا مفهومة. ايه، نيجي النهاردة، نيجي النهاردة يا ولاد للجمع، الجمع يا حبايب قلبي، الجمع اللذيذ. بصوا بقى، الدرس ده لو ما تذاكرش مش هتعرفوا تحلوا، الجمع لو ما تذاكرش مش هتعرفوا تحلوا. أول حاجة كلكم عارفين إن الجمع يا ولاد بن إيه؟ بن إيه؟ بنحط إيه للاسم؟ إس. بنحط إيه للاسم؟ إس. سجل. يبقى هنا يا ولاد، هنا عندنا a tree. طيب حبايب الحلوين، عاوزين نخلي a tree دي جمع او plural. كلمة الجمع يعني plural يا ولاد، عشان لو حد قال لكم انت خدتوا درس البلورال، البلورال يعني الجمع، plural plural plural. تمام يا ولاد؟ طيب a tree، طيب مش الاي دي يا ولاد بتاعت المفرد، هنشيلها ونحط لها اس، يبقى تريز. يبقى اول حاجة في حالات الجمع بإضافة ايه يا ولاد؟ اس، وانتوا كلكم عارفينها. بإضافة ايه يا ولاد؟ اس. بإضافة ايه؟ اس. بإضافة ايه؟ اس، هقولها لكم اهو، بإضافة ايه؟ اس. يعني ايه قطة؟ قطة يعني ايه يا ولاد؟ قطة. غلط غلط غلط، ايه كات، ما خلاص بقى احنا خدنا المفرد اللي بيجي قبليه او ان، ما لما اقول لكم قطه تقولوا ايه كات حبايبي، قطه واحده يعني ايه كات. تمام، طب عاوزين نجمعها، هنشيل حكايه المفرد ونحط كاتس يبقى كاتس، كاتس. كاتس تمام يا ولاد؟ طيب خديجه، يا خديجه يعني ايه عربيه؟ أكار اك، شايفين؟ شايفين خديجة وهي بتستخدم المفرد؟ يبقى انتوا خلاص ما عادش حد يستخدم لي المفرد من غير اي او ان. اكار، اجمعها يا خديجة كده. ايوه تمام. الكارس مروة، يا مروة، مروة. نعم طيب يعني ايه، يعني ايه 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 يعني ايه ايه، هجيب لك كلمة حلوة. اه شجرة، شجرة يعني ايه؟
a tree. الله عليكي، ايوه كده a tree. طب اجمعها لي. الايه وخد اس ايوه بتريز. trees. الله عليكي رميساء، رميساء رورو. لا يا مس يعني ايه تفاحة؟ ابل غلط ايه ابل غلط. ها غلط يا رميساء. an apple. an يا رميساء an apple. an apple. طيب لما نيجي نجمعها يا رميساء هنشيل الان ونحط الاس، ودي اول حاجة. خليكم معايا يا اولاد، خليكي معايا يا اروى، خليكي معايا يا اروى. apples. تمام يا اولاد، فهمتم اول حالة من حالات الجمع يا اولاد؟ فهمتم اول حالة ان احنا بنضيف اس؟ مين عارفها؟ لما بعد كده اسال اي حد على كلمة مفرد ومش هيقول لي الاي او الان هتبقى غلط. يعني قطة، عبد الشهاد لو قال كات لا هتبقى اي كات. تفاحة ابل هقول لك غلط، لا ان ابل. خدوا بالكم يا اولاد، امتحانات السفارة بتدقق على الحاجات اللي انا بقولها لكم. انا الكورس ده عاملاه علشان تاخدوا بالكم من اي حاجة صغيرة بتيجي في الامتحان، والامتحان بيجي بيبقى كده بيشوفك ان كنت فاهم يعني ايه مفرد ويعني ايه فاهم يعني ايه جمع. تمام، ودي اول حاله من حالات الجمع يا ولاد ان احنا نحط للاسم اس، بنحط للاسم ايه اس. طيب حبايبي الحلوين، يعني ايه اتوبيس؟ أبص ايه أبص ايوه كده ايه بص. أبص طب ما تيجي نجمعه هنشيل ال A ونحط باصز. بس ونحط ES ES هنشيل ثانيه. مين اللي قال اي اس؟ أنا عليك. مس طب اقول لكم بقى القاعده، اقول لكم بقى القاعده. خدوا بالكم بقى ان القاعده دي انا هعلمها لكم بطريقه لذيذه جدا. الحاله الثانيه من الجمع لما لا كلكم، في ناس ما هياش اخده بالها معايا لو سمحتم. لما الاسم، طبعا يا ولاد احنا بنجمع ايه الاسماء، احنا بنجمع مين الاسماء عشان اللي كان جامع للصفات، اللي كان جماع للصفة، الصفة ما بتتجمعش. لما نجمع خدوا بالكم الأسماء، خدوا بالكم أولاد، التي تنتهي بإيه؟ الأسماء التي تنتهي، بس لا ثانية واحدة، تنتهي بإيه؟ خدوا بالكم بقى احفظوا معايا. هناخد إس إس إس، خدوا بالكم معايا إس 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 إتش سي اتش اكس او زد اكس او زد. لو ابتديتوا الكلمة يا ولاد نهايتها اي حاجة من دول يا حبايبي بنحط للاسم الجمع اي اس. اظن انا مرتبها لكم ترتيب سهل جدا، انا مرتبها ترتيب سهل. اس 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 اتش سي اتش اكس او زد اكس او زد. اكس او زد اولاد الترتيب ده حلو بالنسبه لكم؟ الاس لوحدها وبعدين نحط اس جنبها وبعدين نقول الاس والاتش وبعدين السي اتش قربتهم والاكس او زد. طبعا اكس او زد دي انتوا مش هتنسوها لان اكس او دي عندكم لعبه صح؟ اكس او زد اكس او زد. يبقى الاسماء اللي بتنتهي بيه كلكم تقولوا اس، قولوا كلكم اس 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 اتش اس سي اتش اكس اكس او او زد زد اكس او زد. طب الكلمه ساعتها نحط لها ايه يا اولاد؟ اي اي اس اس اي اس اي اي اس. اس كلمه بس، كلمه بس يا اولاد هنا كلمه بس هتبقى buses لان اخرها اس. كلمه توماتو هتبقى توميت. تمام يا ولاد حبايبي الحلوين، افهموا يا ولاد الله يخليكم. لو حتى ناخد حالتين بس، بس تكونوا فاهمين فاهمينهم. اول حاله يا عبد الشهيد اللي انت ما انتش اخد بالك معايا خالص خالص، ما انتش معايا خالص. اول حاله بنحط اس يا اروى، فاهمه يا اروى؟ فاهمه يا اروى؟ ممكن أسأل سؤال؟ اتفضل. ممكن أسأل سؤال؟ بس ممكن أسأل سؤال؟ انت مين؟ نوال
اتفضلي يا روان. مثل، يعني مثل لو احنا قلنا جراس هتبقى مثل نحط لها اي اس في الجمع. آه لا حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، ثانية واحدة، أنا دلوقتي بشتغل في الحاجات أو الأسماء التي تعد، التي إيه يا، خد بالك، التي تعد. الجراس حبيبة قلبي من الحاجات التي لا تعد يا قلبي، وده له حكاية تانية خالص خالص، ما بنجمعوش، ملوش أصلا جمع يا قلبي، تمام؟ كلمة جراس دي يا قلبي اللي هي العشب، ثانية واحدة الله يخليك، عشان فعلا سؤال جميل جدا 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 جدا. كلمة جراس يا حبيبة قلبي دي كلمة لا تعد، دي لها حكاية تانية خالص هحكيها لك، هيجي عليها الدور. لكن أنا بقول على الحاجات اللي أنت تجيبي تقعد تعديها 1 2 3، تعرف تعديها زي الأتوبيسات، زي التفاح، زي الأشجار. فهمتي يا قلبي اللي سألت السؤال؟ ها، الأسماء اللي بتتعد التي لا تعد لها حكاية تانية، زي الرز، زي السكر، زي الشاي، أنا بس دي دول بتبقى بيعرفوا هو يتعدهم إيه؟ يا أولاد؟ دول بيعرفوا يتعدهم؟ هو إيه؟ لا، لا السكر، يا السكر والشاي لا ما بيتعدوش، الشكر مش دول لهم حكاية بيتعدوا تانية بقى. بيتشربوا. والعشب، والعشب ما بيتعدوش يا حبايبي، تمام؟ الأسماء التي لا تعد لها حكاية تانية. وسؤال جميل، أنا دلوقتي بتكلم عن الأسماء التي تعد، اللي أنت بتعرف تعدها، تمام؟ فهمتي؟ يبقى هنا الأسماء التي آخر المفردة التي آخرها، أقول كلكم معايا، إس إس إس، خلي بالك تسمعها، إس S إس 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 S إتش إس إي إكس إكس أو S زد، S نحط لها إيه؟ S اي اس اي اس اي اس، تمام، حلو كده، جميل اهو، زي بص، هتبقى باصز. توماتو يعني ايه؟ طماطمايه، مش بتعرف تعد الطماطم؟ توماتو بتبقى ايه؟ توميت، اخرها ايه؟ اخرها ايه يا ولاد؟ اس انا اقرا كلكم تقولوا الحروف اللي بنحط لها اي اس 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 سي اس 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 اي اس سي اتش اكس اي او اكس زد، او زد اكس او زد، اكس او زد، اكس زد او زد. طيب حبايبي الحلوين، حبايبي الحلوين، ثالث حاله من حالات الجمع يا جماعه، ركزوا، الدرس الدرس طويل وعاوز فهم. عرفتوا اول حاله وتاني حاله يا اولاد؟ ثالث حالة لما يكون الاسم اخر واي، نعمل ايه يا اولاد؟ هنجيب الدكتور. هنا في حد دكتور يا جماعة؟ هنا في أنا حد خدت دكتور؟ أي إس لا لا، ثانية واحدة، زد. غلط غلط، أنا مش دكتورة. انت دكتورة؟ انت دكتورة؟ مين الدكتور هنا؟ انا عاوزة دكتور يا جماعة، أنا عشان الاسم اللي اخره، اللي اسمه الاسم اللي اخره واي، هنجيب له دكتور يكشف عليه، هنجيب له دكتور إس يكشف. واي أنا دكتورة. وأنا بحكم أبلغها انا، حرف متحرك لا ثانية واحدة، ثانية واحدة، لا زمين. ثانية واحدة يا دكتور، كلمة بوي خلي بالكم معايا، بوي دي ولد، تمام؟ خليكم معايا يا ولاد، خليكم معايا، الله يخليكم، خليكم معايا يا تعميم. مين هنا يا ولاد دكتور يجي معايا؟ أنا عاوزة دكتور، أنا عاوزة دكتور. أنا دكتورة أنت دكتورة؟ خلاص، هنا كلمة مش بوي وكلمة فاميلي، الكلمتين دول يا ولاد اخرهم واي يا جماعه، حد هنا بابا او مامته دكتور يجي، يجي بس يساعدنا، ها يا جماعه، ها يا ولاد، هنا الاسم لو اخر واي، هنا الاسم لو اخر واي، لو قبل متحرك، لا لو قبل متحرك ثانية واحدة، ها مين معايا دكتور يا جماعة؟ محدش يتكلم يا أولاد، لأن أنا زمايلكم اللي متحرك عارف، اللي عارف أنا المعلومة يسكت يا أولاد، لأن زمايلك مش عارف، لأن زمايلك، زميلك مش عارف. يا جماعة نجيب الدكتور ولا ما نجيبش؟ ها الزوم هيقفل، حد يجيب لي دكتور، تمام. خدوا بالكم يا اولاد ان الاسم لو اخره واي، هاتوا الدكتور يكشف على على الكلمه. الكلمه يا اولاد لو كان قبل الواي، قبل الواي، قبلك ايه يا واي؟ قبليكي حرف متحرك. طيب يا واي هنا قبليه حرف ساكن. بصوا بقى يا اولاد، بصوا بقى الدكتور هيحكم ويقول ايه، خلكم معايا يا اولاد، تمام. الحرف المتحرك
نعم واحنا تليف تليف واحنا ده يا لهم قالوا قبل كده واحنا ولا سبورش واحنا شوية نعم بيبسين بيبسين ما تبقاش تمام. خليكم معايا هنا نسأل. يا ولاد، ثانية واحدة يا ولاد. هنا الدكتور جه التقى قبل حرف الواي حرف متحرك، حرف ايه؟ متحرك. تمام، الحرف المتحرك هيقول لها يا طنط واي يا طنط واي، انا بحبك جدا يا طنط واي، وهخليكي لما تيجي تتجمعي نحط اس بس، نحط اس بس، وخليكي قاعدة مكانك ما تروحيش في حتة خالص. يبقى الواي يا ولاد لو قبلها حرف متحرك من الحروف المتحركة الاي والاي والاي والاو واليو، الدكتور هيحط لها الدواء بتاعها او هيقول لها لما تيجي تتجمعي حط اس بس، لان قبليك حرف متحرك، المتحرك بيقول لها يا طنط واي خليكي ثابته وانا هتحرك اجيب الاكل واجيب لك كل حاجه. تعالوا بقى نشوف لو الواي قبلها حرف ساكن، الساكن يا ولاد هيطردها من سكنها، الساكن هيقول لها انا اسف يا طنط واي انا هشيلك من مكانك، انا ساكن وهجيب ساكن مكانك انا بحبه، وهنجيب بدل الاي بدل الواي اي، بدل الواي ايه يا ولاد؟ اي. يبقى اي الساكن بيخلي الواي ايه يا ولاد؟ الساكن بيخلي يخليها الواي حرف ايه؟ اي. الساكن بيخلي تمشي من مكانها بيمشيها وتجيب بدلها اي. بيجيب بدلها ساكن تاني، ما هو خلي بالكوا ساعات الناس بتطرد الساكن وتجيب بدله ساكن تاني، وهحط بعديكي الاي اس، خدوا بالكوا ولاد الاي اس مش اس كمان، الاي اس يعني هتجيب لها ساكن تاني يا ولاد، هتحولها للاي